تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي من فندق الإقامة ونرجع نكمل مرة أخرى مع حضراتكم. مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضرتك طيب وكل جماهير النادي الاهلي بخير، وبدايه موسم كروي جديد والدوري المصري الممتاز في نسخته ال 64 ان شاء الله تكون بدايه خير، وان شاء الله النهارده اولى لقاءات امام النادي الاسماعيلي تكون اولى خطوات النادي الاهلي ان شاء الله نحو اللقب الثالث والاربعين في بطوله الدوري العام. يعني النادي الاهلي استعد جيدا لهذه المباراه امام خصم كبير زي النادي الاسماعيلي. كان تدريب قوي جدا بالامس على ملعب مختار التتش بالجزيره كان صباحا، يمكن التدريب كان قوي جدا خاصه بعد منح اللاعبين 24 ساعه راحه، دي كانت اول راحه يحصل عليها فريق بعد مباراه الاتحاد المنستيري. باذن الله يعني الفريق استعد بشكل اكثر من رائع بالامس، كان تدريب قوي زي ما قلت لحضرتك، بعدها تم اعلان قائمه من 21 لاعب تم يعني دخولهم في معسكر مغلق منذ ليله امس هنا في مدينه برج العرب بمحافظه الاسكندريه. يمكن الاجواء كلها هنا رائعه جدا يا كابتن ايمن، خاصه مع بدايه بطوله جديده ان شاء الله تبقى بدايه خير. يعني عايز اقول لك ان الفريق يمكن يعني بيومه بدا بدري جدا هنا في فندق الاقامه، يمكن الفطار كان في تمام الساعه 9، من بعدين يمكن كان في العاشرة والنصف كان في يعني بعض الاكتيفيشن كده للجهاز الفني عمله مع اللاعبين، يمكن ده تقليد متبع زي ما حضرتك عارف في بعض يعني المدارس الاوروبيه خاصه المدرسه الالمانيه اللي بينتمي ليها مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق. يمكن يعني هو متعود دايما قبل المباريات او في يوم المباراه صباحا كده بيعمل بعض التدريبات الخفيفه لمده 10 دقائق او ربع ساعه للاعبين عشان يخشوا في اجواء التدريبات والمباريات ما يكونوش خدوا قسط كبير جدا من الراحه. ده يمكن تم اتباعه في مباراتين السابقتين امام الاتحاد المنستيري والنهارده كمان استعدادا لمباراه الاسماعيلي. من بعدها كان الغداء في تمام الواحده ظهرا، ويمكن كان في محاضره بقى المحاضره الاخيره اللي هيتكلم فيها الجهاز الفني عن يعني خطه المباراه واهم ادوار اللاعبين وما سيتم تنفيذه على ارض الملعب. كانت في الثالثه الا الربع، يعني احنا دلوقتي خلاص لحظات وهنتحرك على استاد برج العرب استعدادا ان شاء الله لاول الخطوات زي ما قلنا نحو اللقب الثالث والاربعين ومواجهه النادي الاسماعيلي ان شاء الله اللي تنطلق في التمام الخامسه على استاد برج العرب هنا بالاسكندريه. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله تكون اول خطوه نحو خطوات كثيره جدا نحو اللقب الثالث والاربعين من بطوله الدوري. دي كانت كل الاجواء عندنا من مدينه برج العرب. كابتن ايمن كلمه ليك اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. محمد طمنا على الاجواء.